ولنقاش ملف الصراع على المناصب بين أحزاب العملية السياسية في العراق قبيل الانتخابات المبكرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. كيف يمكن قراءة تصريح إياد علاوي حول قانون الانتخابات الذي فصل على مقاس الأحزاب والكتل السياسية؟ وقانون الأحزاب أو قانون الانتخابات ليس جديد، يعني هو كل مرة بفصلوه بعدلوه وفق احتياجات الكتل والقوى النافذة في الكتل، يعني هذا ليس جديدا. نحن لدينا أسوأ قانون انتخابات لا أحد يعرف من أين أتوا به، يعني ما فيش منه يمكن غير بس عند نتنياهو وإسرائيل هذا القانون. تؤكد الكتل السياسية أن الانتخابات المبكرة لن تجرى في موعدها المحدد. انطلاقا من ذلك، كيف يمكن تفسير صراع الأحزاب والكتل على هذا القانون الجديد؟ يعني واضح هم اللي أمسكوا بالسلطة طوال 17 عاما لن يفرطوا في مكاسب حصلوا عليها، وبالتالي حريصين على تثبيت أي قانون وحريصين على المراوغة والتأجيل ونقصد الأمور الذهاب للانتخابات بشروط تعيد لهم نفس النفوذ أو تعزز هذا النفوذ. المعركة اليوم هي معركة على مصالح ومكاسب لأفراد وكتل وطوائف، ويعني لكن المبتلى الوحيد في كل هذا هو العراق وشعب العراق. يرى مراقبون أن الجبهات البرلمانية تولد ميتة، إلى أي مدى نحن أمام كتل سياسية مبنية على أيديولوجيات حقيقية أم أن المصالح تجمعها ومن ثم تولد ميتة؟ يعني هي المسألة ليست في موضوع إنتاج الكتل، النظام السياسي بمجمله هو نظام عقيم، وبالتالي هاي الكتل هي استنساخ للمفسدة والفساد ومزيد من الفساد. الأزمة في بنية النظام السياسي، ولا إمكانية لو أجرينا 1000 انتخابات لتغيير هذا النظام السياسي وفق الآليات الدستورية الراهنة أو وفق قوانين الانتخاب أو وفق موازين القوى على الأرض. موازين القوى اليوم هي بيد قوى نافذة إقليمية ودولية تتلاعب بالداخل العراقي عبر وكلاء وسماسرة وفاسدين وجوادين. يقول مراقبون أن الخلافات السياسية عصفت بالمجتمعين قبيل الإعلان عن تشكيل الجبهة العراقية وبعد هذا الإعلان، كيف يمكن تقييم العملية السياسية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وانعكاساتها على المجتمع العراقي؟ يعني الصورة واضحة للقاصي والداني، مش محتاجة لتحليل. يعني النظام السياسي في العراق مقفل ولا يمكن أن ينتج إلا مزيد من الفساد والفاسدين ومزيد من سراق المال العام، ولن ينتج أي تنمية ولا إعمار ولا أي خدمة من خدمات في مصلحة تصب في مصلحة شعب العراق أو سيادة البلد واستعادة ثرواته. الديمقراطية في العراق اليوم هي عبارة عن نكتة وأكذوبة، لا يمكن لبلد أن يبني الديمقراطية ما لم يستعيد ثرواته، ما لم يستعيد إرادته ويقرر مستقبل وشكل بلده الاقتصادي أولا ومن ثم السياسي. صار سنة للشباب في آخر انتفاضة تشرين منذ عام حتى اليوم يقدمون الدم غزيرا في الشارع دون نتائج، وقبل ذلك انتفاضات بانتفاضات، لكن واضح أن موازين القوى لا زالت تقف مع نظام فاسد، نظام سياسي عقيم في بغداد، سواء الدولي الكذاب الذي أنتج هذا النظام أو من استفاد منه في الإقليم وطور تدخلاته ونفوذه في هذا الموضوع. والعرب هم جزء من هذا الأزمة، يعني النظام العربي هو جزء من الأزمة وهو أساسا ساهم فيما وصل إليه العراق، وليس لديه أي حلول أو مساعدة يقدمها للعراق. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، حدثنا من العاصمة الأردنية عمان.